اسمي عايشة حمود، من سوريا، مواليد 1993، 15/9، وجيت على تركيا بداية 2014. عندي بس ولد عمره 4 سنين وشهرين، معه بيعاني من مرض التهابات بالدم. كنت يعني مبسوطة ومرتاحة وكل شيء، يعني متأمل لي، يعني بس كنت أدرس أشتغل بصيدلي يعني بعد ما أخلص مدرسة، وصارت هالحرب ونزحنا يعني من حلب على عزاز، وبعزاز خسرت أهلي، أبوي وأمي وأخواتي، وضلينا 3 بنات. صار معه مشاكل بتركيا، فاضطر يعني ينزل على سوريا، ونزلت على سوريا يمكن ضل 2 3 شهور، ونيك حادث سيارة. يعني إحساس كتير صعب، يعني ما بين إني عندي ولد كتير صعب، يعني أنا صايرة هون نفس الوقت صايرة أم وأب، يعني صايرة هون يعني سند البيت، يعني كله عراسي. ابني كتير وقت بيقول بابا بيحرق لي قلبي، الكلمة لحالة بتحرق لي قلبي، بيمشي بلي هذا عنده بابا، أنا ما عندي بابا. بس أنا يعني رغم هالشي يعني أنا قوية، يعني ما بحسه إني هو ما عنده أب، بحسسه إني أنا أم وأبوه بنفس الوقت. يعني الظروف صعبة، وخاصة يعني بهالغلا. كنت يعني شوي قبل، بس هلأ يعني ما بين مصروف أختي اللي عم تدرس 11 مدرستها، ما بين مصروف ابني. أختي اسمها روان، عمرها 17 سنة، جينا على تركيا ما بتعرف لا تركي ولا هاد، ودرستها يعني، وهلأ الحمد لله يعني من الأوائل مدرستها، تركي إنجليزي ألماني، والحمد لله يعني كل فصل ناقص علامة عن العلامة الأولى. وأنا يعني بلم خبز، يعني بعطيه يعني كل يوم يعني 5 ليرات 10 ليرات، بتقول ما بتكفي، بس بتقول الحمد لله يعني بلا الله هيك، الله ما يحط بإيدي وأنا ما بقصر معك. أول شيء أنا يعني بقول يا ربي أصعب تحدي مرض ابني يعني، وهلأ صار مرض أختي يعني، وأجار البيت شفت يعني المي غليانة، مسروق يعني فاتورة المي، فاتورة الكهرباء، يعني لبين ما يصير راس الشهر قلبي بمسك، يعني قلبي بقول إيش قدها تجيني فاتورة. يوم يعني بضطر اني اتدين واشتري اغراض البيت، يكون يتامل لي يعني رمضان الماضي والقبل ما في لا اكل لا شيء بالبيت كله، بتمنى اني يتامل كل شيء بهالبيت، يعني شيء ما احتاج اني اطلع لبرا واروح على المطاعم واروح على الدكاكين، احل فطوري واضل البيت، يعني ما بدي يعني اطلع لبرا بعد حلت الفطور، يا اطلع لبرا على السحور، يعني بدي بتمنى اضل ببيتي هالرمضان الجاي، يعني ما اضطر اطلع لبرا. This Ramadan, Syrian families like Aisha's, shattered by war, displacement and poverty, are struggling to provide for their families. They need our mercy now. Your merciful donations can make such a difference, providing a family with medical care, food or orphan sponsorship, helping parents and caregivers to provide, and children to flourish. Families like Aisha's cannot wait. Please, give mercy now. Visit www.humanappeal.org.uk or call 0161 225 0225.